الحمد لله طلع. الله لا يوفقكم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. بسكر عليك الباب وتطلع من فوق حيت بنت تنكسر رقبتك، ما بتموت، بتضل ماشي على المشفى، بديك قديش ابن 60 قديش بضربك بتتكسر ما بتموت، بتضل ماشي، بتجيك سكة القطار بتعفسك في النص، بتلاقي رجليك لحالن وجسمك كله لحالن، بتضل ماشي عم تسحب، بتجيك الباص البلدية هذا الطويل بعفسك كمان كمان ما بتموت، بتضل ايديك وراسك هيك عم شوي عم تحركوا يا ابن القديش. بيجي واحد قديش ابن قديش بعطس وجهه ما تتضبوا في البيوت. خليك ببيتك خليك، يمكن هالقعدة تحميك، خليك ببيتك خليك، يمكن هالقعدة تحميك، فيروس عم يغزي العالم، فيروس عم يغزي العالم، لا تسمح انه يرميك، حافظ على بيتك وولادك، احفادك احبابك جيرانك، سوريا بلادي وبلادك، سوريا بلادي وبلادك، هم كافية يا شريك، خليك ببيتك خليك، يمكن هالقعدة تحميك، خليك ببيتك خليك، يمكن هالقعدة تحميك، فيروس عم يغزي العالم، لا تسمح انه يرميك. يا جماعة كل العالم كل العالم خايفة من فيروس كورونا، كل العالم متخبية الا نحن اللي عايشين هون في تركيا. كل ما بقولوا العالم ما تطلع بتلاقي الاولاد معبي الشوارع، كل ما بقولوا العالم ما تطلع يا اخي لو يطلع رجال كبير بقول رايح على شغله، واحد بقول رايح يا اخي يصلي في الجامع لحاله، يصلي في الحديقه لحاله، يا اخي بنعذر الكبار، بس الاطفال اللي عمره 5 سنين و3 سنين و7 سنين من الصبح للمساء راسنا نطوش في الحاره. يعني هذا نداء لكل الاهالي، يا اخي تربوا اولادكم، عنكم اولاد خايفين عليهم، دخلوهم على بيوت، جينا من سوريا لهون لنحمي اطفالنا ونحمي عوائلنا ونعيش. ليش الاطفال كلياتها في الشوارع؟ يعني هدول الاطفال ما لنا اهل، زمان لنا اهل حتى نعرف نتواصل مع البني ادمين الشرطه. عم نوجه لكم نداء رجاء لكل الاهالي السوريين اللي عايشين في تركيا، اطفالكم ليش لنا في الشوارع؟ كل العالم عم تقول حظر، انه خلي الاولاد جوا، سكروا المدارس، سكروا كل شيء. يا اخي العالم ما عاد تستوعب ايش هالمخ اللي عايشين فيه، لازم الشرطه تفشل على واحد واحد وتقول له ادخل لجوا يا امي يا عمو يا روحي يا ابو عيني. ايش هالمسخره هاي؟